السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا فيديو جديد، وبنكون ننزل كل يوم أسبوعيا فيديو، وإن شاء الله اليوم بيكون عن الروبوتات وروبوت السامو اللي هو بتكون باسمه روبوت محارب، بيكون محارب وبتكون معنا حلبة وبتكون معنا جولات، جولة هو لو ثاني وثالث ورابع. بس اليوم نصور لكم التركيب، ويوم ثاني بنصور لكم البرمجة، بعدين ما ننزل لكم المباريات واحدة تلو الأخرى. مع السلامة. هذه الأدوات اللي بنرمي بها، مو هيكل، لوح نظامي واصل بين الكمبيوتر هذا والواير اللي يوصل إليه هذا، ونحتاج 2 محركات وعجلات مشفك وبعض المسامير. ويلا نبدأ. أول شيء بنثبت البطاريات. البطاريات كملنا، الآن نركب البطارية ب2 مسامير واضحات مربوطة من الداخل. الآن بنركب المكاين، هذا من هذا الجهة وهذا من هذا الجهة. ثبتنا البطارية والمحركات، برو يكونون على نفس الجهة. الآن بعد ثبت اللوحة الإلكتروني بقصة من هذه، 4 من هذه و4 من هذا. كملنا تثبيتها، والآن بنثبت الفوتو ريزيستور اللي هي الفاحص الضوئي اللي يفحص الضوء. هنا معنا واحد، هنا واحد جاء مثبتات، بس الآن بنثبتهم من تحت، من تحت، من هنا، من هنا، ونثبت لهم هذا. الآن كملنا التركيب، كملنا نشدها 2 هذه في القدام طوال شوي علشان نستعمل هذه على ما تكملنا. الآن بنركب الصدام، واللي هو بيكون هو اللي يعتمد عليه في المضرابة. الآن كملنا نركب الصدامة والجرافة اللي بتكون تتقاتل فيه السيارات السامو. الآن بنركب الفوتو ريزيستور اللي هنا، أنا بنركب في الأسفل على هذا الصورة. الآن والآن بركب التوائر من هناك، تركب من هنا. قبل تركيب التوائر بنركب الوائرات الزايدة علشان نشبكها في هذا وتوصل إلى اللوحة الإلكتروني. الآن بعد ما ركبناهن، الآن بعد ما ركبناهن بنركب التوائر. كملنا ربط التوائر وكل شيء، أصبح الربط جاهز، وإن شاء الله في الحلقات الجاية بنبرمجه وبنشبك هذه الشبكة كلها هنا. مع السلامة، نشوفكم في فيديو جديد. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.